بدأت بقى مباراة دوري أبطال أوروبا من هنا، والجو بقى بيسقع من هنا، والدنيا بقى بتتدفى في الحيثيات والكلام، وكل الاتصالات بينك وبين شخص وتوقعاتك للمباراة طول النهار، وفي ناس راجعة من شغلها بقى عايزة تقعد تتفرج على المباراة ديت. فعلا في تشوق وفي شوق لدوري أبطال أوروبا، مفيش كلام. متعودناش إن هو يقف في التوقيت ده لفترة طويلة زي كده، متعودناش إن دوري الأبطال يغيب علينا في الليالي الشتوية دي لفترة طويلة، ولكن إحنا كجمهور إزيكم عاملين إيه؟ تحياتي لكم جميعا، من قناتي هذا أقدم لكم التحية وعودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا اللي دخل علينا مرة واحدة كده شمط، محدش كان مستني أصلا دوري أبطال أوروبا ونسيناه فعلا بسبب كأس العالم والتوقف ده. وإن ده اللي فإنما يدل على أحداث المباراة اللي أنا هتكلم فيها، هتحس فعلا إن هما اللعيبة نفسها والمدربين والجمهور نفسه اللي كان في الاستاد بيشجع ما كانوش مفتكرين، ولا كان في حد فاكر ان في مباراه النهارده، مباراه كبيره جدا زي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. حتى الاعلام كان متغيب، ما اتعملش عليها ضجه اعلاميه وكده وانذارات وعبارات، ده احنا كنا من حال مباراه ليفربول وايفرتون امبارح في الدوري الانجليزي في لندن اللي كانت بتتلعب في، اسف، مدينه ليفربول. وبكره كده دوري ابطال اوروبا، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عادي كده، دي مباراه عاديه. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل، اعملوا لايك وشير وكومنت للفيديو، والتيشيرت اللي هيظهر على الشاشه اول ما عينك تقع عليك اكتب لي في التعليقات بيذكرك بمين. اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله توكلنا على الله. ونبدا النهارده بمدرب باريس سان جيرمان، كان داخل بالتشكيله غريبه شويه اللي هي 3 5 2، حاسين ان احنا عودتنا الى دوري الابطال مش بالمتعه بتاعت زمان، لسه ما دخلناش في الاجواء. كذلك اللعيبه والفرقتين والمدربين الاثنين بتوع بايرن ميونخ ومدرب بي اس جي ما كانوش على استعداد ولا، وفعلا نسوا دوري الابطال بسبب التوقف ده. الناس كاس العالم كل دماغ الناس وعمل فجوه كبيره جدا ما قبل كاس العالم في دوري الابطال وما هو قادم في دوري الابطال. ودوري الابطال المباراه بتاعته ساقعه جدا، برغم ان فيه طبعا في جيم كده بيتلعب في نفس التوقيت ما بين اس ميلان مع توتنهام، ولكن مش هنتكلم عليه دلوقتي. خلينا في المباراه اللي خدت ضوء كبير وخدت شوق اعلامي كبير، وتوقعاتها هي اللي واخده الدنيا دلوقتي والحديث والكلام عنها. خلينا نتكلم على موقف الفرقتين قبل ما يدخلوا المباراه دي. طبعا في وش في دماغ جمهور باريس سان جيرمان، في وش كتير، مبابي مش هيلعب، مبابي هيلعب، مبابي مش هيلعب، مبابي هيلعب. تاكدت في خطتنا النهارده وفي التشكيل بتاع باريس سان جيرمان على ملعبهم في مباراتهم الاولى ضد البايرن ان هو مش موجود ومش هيبدا بيه المباراه خوفا من الاصابه، ان ممكن تتطور او ان يحتاجه في الجزء الثاني من المباراه في الشوط الثاني. ولكن ان احنا دلوقتي هنتكلم في بدايه المباراه بدات ازاي، هبدا الاول بالضيف اللي هو بايرن ميونخ. تخيل بقى المدرب استغل غياب كيليان مبابي وهو عارف ان هو بنص فرقه، وقال لك باريس سان جيرمان دول عندهم نيمار وميسي تقال وكبار في السن، الرومنتادا مش هتبقى قويه ومش هيبقى الارتداد سريع علينا، فانا ما كترش بقى الدفاع، العب بثلاثه مدافعين ورا واتنين في نص الملعب واربعة بيلعبوا كلهم كده بالتبادل بين المراكز وبعضهم صناع العاب، يعني بيلعب بخط قبل الهجوم وما بعد نص الملعب اللي هو خط مركز 10 7 و10 و11، دول اهم تلات مراكز بيشكلوا جبهة هجومية على اي خط دفاعي. طبعا انا مش ناسي كمدرب بايرن ميونخ ان خط باريس سان جيرمان الدفاعي قوي جدا، في باريس سان جيرمان في مين؟ في عندك راموس قيادي وليدر من زمان في خط الدفاع وله اسم وتاريخ وله وزن وثقل يقفل اي يسد عين الشمس، ماركوس جنب منه برازيلي ودافع اول لمنتخب البرازيل خبره طويله مع باريس سان جيرمان، فانا هلعب ازاي؟ هيبقى في وسطهم ارمي تشوب موتي المهاجم الكاميروني بتاعي الوحيد دلوقتي واللي بيخلف ليفاندوفسكي، يحاول يخش ما بين الاتنين بسرعته وقوته وطول قامته في العرضيات. انا مش هنسى بقى ان مدرب بايرن ميونخ وحد اسلوب لعبه من عند كومان من ناحيه اليسرى، وما كثفش الهجوم واللعب من عند يوري ساني من ناحيه اليمين. يوري ساني كان شعره هايش وفايش وكنا بنشوفه بنعرف كل ما الكره تيجي في رجله نعرف ان ده يوري ساني، دلوقتي احنا لقينا جاب بقى جل وفرد شعره وربطه من ورا، بلاش عارفين هو لا بقى عارفينه من بافرد ولا بقى زيه زي اي لاعب. لابد نصيحه اخويه مننا لساني ان نرجع بشعرك تاني، عشان ما انا بقول لك دوري ابطال اوروبا اتغير، اتغير حتى على العين، المباراه ساقعه جدا. طبعا اللعب كان ماشي من بايرن ميونخ في ضغط هجومي، واستغل فرصه ان
كيليان مبابي مش موجود في خط الهجوم واخطف هدف اول وباغت باريس سان جيرمان. ولكن هنا كانت الكلمة والوقفة بتاعت مدافعي باريس سان جيرمان كانت هي الاقوى، حكيم، ماركوس، سيرجيو راموس بالتحديد كانوا قافلين قوي، وراموس شال اكتر من كورة على شوب موتينج. سواء بقى شوب موتينج طبعا بقى الفينش بتاع الافارقة ما بيبقاش قوي قوي زي ما انتم متخيلين، بيبقى عندهم مشاكل بيطوروا الهجمة ويبنوا الهجمة، الافارقة كويس جدا ولكن الفينش عندهم مش زي اللعيبة الاوروبية. الاخر تلاقي عندك تشوب موتينج ما بيخرجش كتير على الاطراف، ليه؟ في ضغط هجومي في نص الملعب ويور سايني وكومان، فانا على طول في المركز ده بيساعد المدافع ان يمسك المهاجم بسهوله، المهاجم لازم يخرج على الاطراف. اتعلم تشوب موتينج المفروض كان ايه، كنت انت كينجلسمان ده كان المفروض مدرب بايرن ميونخ يخلي تشوب موتينج يقعد يتفرج على كريم بنزيما ازاي بيخرج على الاطراف وازاي بيدخل، من تبديل الجناح مع راس الحربه مفيش تبديل، مازال موحد اللعب وطمعان وعايز يباغت باريس سان جيرمان، ولكن العمليه ما سعفتوش قوي لان المهاجم اللي انا قلت لكم عليه اللي بيلعب النهارده الكاميروني مش بجوده لاعب اوروبي، لاعب بتاع دوري ابطال يشير فرقه لوحده زي ليفاندوفسكي، عشان كده كان ماركوس وراموس بيتبادلوا عليه التمركز وكانوا بيمسكوه بسهوله جدا. طبعا كيميتش سد التسديده واحده في الشوط الاول ما قدرش يعمل اكتر من كده، هي دي الكوره الوحيده اللي يعتبر حارس المرمى دوناروما عمل فيها انقاذ، اما كله كان خارج العرض. كومان يرقص ويخرج لبره مع خط الوسط اللي جاي من الخلف للامام فاضي، كان فعلا حائط الصد الدفاعي، فراتي كان بينزل يقفل ودانيلو كان بينزل يقفل مع راموس وماركوس، كانوا بيخلوا الدنيا في زحام على المركز. طبعا كان في رقابه لصيقه جدا على لوريس سليم اللي ما لعبش وما كانش موجود في الشوط الاول ما ظهرش خالص، وكان في برضه رقابه كبيره جدا من فراتي وحكيم على كومان في الناحيه اليسرى. انا بقى نتكلم عن باريس سان جيرمان في الشوط الاول، عنده خط الهجوم مين؟ نيمار، ميسي بيلعب بفراتي في نص الملعب اللي المفروض هيحرك. ميسي بدأ ان هو يلعب شويه جناح وينزل شويه في نص الملعب يلعب مركز 10 ويلعب صانع الالعاب، ونيمار مش هيقدر يكمل لوحده، عشان كده ما شفناش في باريس سان جيرمان في الشوط الاول لا تسديد ولا ركنيه ولا عرضيه ولا محاوله ولا لعب تموضعي ولا مرور بالكوره ولا خلق تبادل المراكز ولا ضغط على المساحه ولا ضغط على الميزان. ولكن بايرن ميونخ هو اللي كان ناجح وبيشكل الضغط وكان بيلعب باسلوب الضغط المتقدم اللي هو بضغط من اخر لاعب عند باريس سان جيرمان هو راموس، كنت بعمل الضغط من قدام، عشان كده كان بايرن ميونخ هو اللي مستحوذ وهو اللي كان ظاهر في اللقاء. طبعا مش هننسى كيليان مبابي مؤثر قوي مع باريس سان جيرمان، وغرفه الملابس بقى هيتم الكلام فيها من المدربين على باريس سان جيرمان، هل هيدفع المدرب باريس سان جيرمان بكيليان مبابي عشان يحلوا الموضوع؟ وافتكروا كلامي ده، في مباراه العوده اللي هتبقى في المانيا مش هيلعب خالص بايرن ميونخ بالطريقه ديت والهجوميه اللي انتوا شايفينها ديت، ولا هيباغت خالص، هيبقى عنده شخصيه هجوميه بس ولكن هيبقى عنده تخوف دفاعي لان كيليان مبابي من نص فرقه لوحده وبيشكل الضغط الهجومي كويس جدا، والارتداد العكسي والهجمه المرتده السريعه عنده عاليه قوي، وبينزل قوي لتحت النص الملعب عشان يرجع من الخلف للامام، ويذكرنا دايما باسلوب لعب مين بقى؟ رونالدو نازاريو البرازيلي.